أحسن داود يال ملك استود شوكتان ألكني هو يونيفرسال تي في استوديو أن كلنا هاي مجالات هرجيسة ورك عالم كيان ستة وستة دقيقة سوق بين دونا أنت وركو سعودنا واحد لا سعودين دونا هدي ربي جاود دلائل إدماني جو عبد الرشيد عبد الوهاب حسين أنكو بلعب رئيس الوزراء الصومالي حمسة عبدي بره أيها وحى وما أنت حرقة كشرى اسمها وزارة حنانة حولها ديرت يداق الصومالية ولا قسم يجي ديعتر وريها يجسد عبد التاليل أيها وركن وحى وكسو دري مجالات مقدش رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية حمسة عبدي بره أي حرق كتر أي اسمها وسارة حنانة حولها ليرت يداق الصومالية ودي بضيع ترلقو سميي وسارة حنانة حولها ليرت يداق الصومالية أي كبر برتي دقال الذي دلك كدعي وحنا اللبعات اللي قد ضيع تري بحسي ميدا ويرو أي ذو أي فلسي هيدا عمتدى دون كام مناسبة حرق اللو كتر أي وحا قوبتوكا ها رئيس الوزراء حكومة الصومالية وسيرك حنانة حولها سفير كميدا وغا يوروبا الصومالية حبنا كتر سنبار لمان كفدرالك الصومالية مسؤولين تهايد عن تذا أدونك يا مرت شرف كلين وزيرك حنا نضا حولها ديرت يداغ الصومالية حسن حسين محمد أيا كور بيحيي اسمها نعصب إيو سارد ويالتي ومان تحري قلقا تري ده فوكا حلوطة بيحيي وسارد ومان تحري قلقا تري مشروعا وزارد ومسي وحب في دقالي سبده ويوم وحان شغالة قبطه حيادة بيرها يوم حولها فاو تي روز زهر سالة سعوتي وسهرة احنا رضا حولها والله قبرك ومدى الصومالية وفنع والبا عدين ان اخوته بنع دقالها بناك وكاي مانا يقودها وحلو مولي انت سفير كميدا ويوروبيا الصومالية تينا إنتلمان أي شكتين حولها إلا في دبرو يهين لقالها الصومالية خرمالين توضن أي ميدا ويوروب غانكا جيسان إيسوم We are aware that this sector is the backbone of the economy of Somalia. Just coming here, I was talking to our project officer who is most involved in these issues and I asked her, what is this livestock sector about, and he said, "Oh, ambassador, it is about meat and honey." رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمسة عبدي بري وقبضي مناسبة كه اللي أيها الشيعي إن حولها وأيش كوبادي دقالها الصومالية أي هذا وجهها ينبتوي بدن وأبرتوي كم تهي. بدو حواء أهمية إلى هاي شقلا وزارة الحس. وزارتها إنه هو أهمية بدل عضينا هاي الصومالي هي وزارة كميتها هي بقالها إن حتى كور دول أكتين أو سيست باسنت حلو رجلي الصومالي كان بيقول حلو كتير حلو كتير ومش كلي إسكندر وعان كرتين تد كان هو إسكندر ليين تد كان هو إسكندر ليين ميلك الميت مركا حوالين أوليين أما وزارة هيقول هذا هاي والله غفر لي يا ودك الصومالي مرتي ويهين إن أي وزارتني أي دريال كودي هي الصومجين تودي إيو إن أي هشوا حبك وفي عن إنفستمنت يقال هو الصومالي لها إن أي وزارة أنا كشقيسو ضد الصوماليين أي ذي مرتي ويهين حوالين إني لا هيو 9 million already in the intent ay badan tahay hadana waxaan ku jirnaa xilliga jilaalka ee abaaraha inta badan ay roob la filan jirin jilaalka guud ee Koreeya dayti Koreeya ee Koreeya waxa uu nahay oo ayadana ma ila helin Sadaa Cabdi Taaliil Universal TV
مقدشو رئيس الوزراء كحجان كصوماليا أي وحى وكغيب قلي مدرشة دافوركا وربحين تسهن كميزانية دقيس كصوماليا وريها يكلم قال هذا مقدشو محمد عبد الناصر ريان لا أي وركني كصدر مقدشو كلن كان يا هامل لجودة فري وربحين تسهن كميزانية دقيسكم إن مدة أي سهمين بلارنا يكسو سمينيسي هي أدى استاتيستيكا ذكرن كام مدرشة دافوركا وحجوب جو كها رئيس الوزراء كحجان كذلك وزير كترسن حكومة فدرال كصومالي يحبنا كسعودي والبنك إي مرت شرف كلي وقهرين وحاكاها اللي برنامج كان سيدو كلنا فافاهين قود كبحيي شرماركي محمد فارح أقاسمها قودي هاي أدى استاتيستيكا ذا قرنكا حكتا ساهن كان ميزانية دقو ميزانية دقويسكا وحوايا وحق دلالكا أوردان لغا أروريو الحالقوغا دا هيركا سابولنمو يو هيركا كلا سررين تدنكا فقريغا waxaa kala lagu ogaadaa qaybaha kala duwan oo dhaqaalaha xitaa arrimaha bulshada marka waxa kamid ah qoyska miisaaniyadiisa waxyaabaha ay wax ku kharash gareeyaan ama waxyaalaha ay wax ku iibsadaan ama sida ay u nool yihiin waxa kale oo barnaamijkan uu macna gaar u leeyahay qorsheynta dalka laga wado oo وزارة قرشينتا اي هرمودك اي كتاهي ساهن كان مركا وحوين وكتر دونا ان سياسة في عن لغا سو سارو دنك هرمركا قرشها قرنكا وكلا وحكلا وحوين وكتر دونا ان هرم سكتر رضا اما قيبها كل دوان اي هرمركا ان ايغانا قرشيال في عن لو سمي وحان سيدا داي وشيغا حالغا قبتي ساهن كان تدبكون لو بقول إيه لبي يتبان قويس متلي كرا دل كوردان متلي كرا سيدو كالي وحال كاسي كهلي وزير كوحيينك وزارة مالية دا حكومة دا فدرال كصومالي عبد غفار علمي حانجي اي وزير كوحيينك وزارة دا قرشينتا محمود عبد الرحمن بينا بيني أنو حان كمي دا هادتكي شاكي هات قبي أو مركي لبلابي آدي آدي آتو آلوي قبي وقت بدلنا اتاقني دينا نسفهن أبورنو sida shaqadaan u qabsoomayso sample-ka ya sameeynaa role-ka dawladda goboleedku seeyahay role-ka dawladda dhexseeyahay methodology-ga la isticmaalayo ay seeyahay report-ka soo baxay ay loogu jaangooynaya laakiin maamulka hay'adda oo sharmaarka horboodayo wuxuu runtii ku guuleystay si joogto ah inuu uga hawlgalo oo maaratay uu nagu qanciyo ayadoo weli markaas ay xaaladu aad u adkayd xiriirada ka dhaxay dawladda federaalka iyo maamulada qaar kood in aan hawshan bilowno sahan wax mid kaan oo kale u eeg oo miisaaniyadda qoyska Soomaaliyeed lagu soo bandhigo ama warbixinteeda lagu soo bandhigo waxa ugu dambeeyay muddo laga joogo 4 sano ama kun 980 iyo 5 qiyaas ahaantii waxay ku tusaysaa in 4 sano ka bacdi in la soo saaro sahan xogtan weyn oo intaan leeg ay leedahay magnitude-ka iyo xigmadda iyo faa'iidada uu u leeyahay qaasatan in la isticmaalo datooyinka oo feed gareynaya go'aanada dawladda in priorities-keena iyo danaha go'aanada aan gaarayna in la qaado sahanka noocaan oo kala ah sidoo inoo sheegay agaasimaha iyo agaasimaha ku xigankaba waxay cadeynaysaa in la ogaado levelka de dhaqaalaha qoyska Soomaaliyeed ku bixiisa iyo de waliba saboolnimada iyo faqirnimada levelka aan ka taaganahayna waa laga ogaanayaa gabagabadii waxa halkaas ka hadlay sidoo kale barnaamijkan bogaadiyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac horta afrikada aynu ku noolnahay ilaan inagu duul ilaahay uu meel gaar ah ku afuray manihiin dadka ilaahay baynu ka midnahay waxay leedahay higs la yiraahdo higsiga 2063 waxa la yiraahdaa Africa 2063 agenda wa qorshe afrikadan dadkii ka hadhay ay rabto inay kaga baxdo saboolnimada faqriga dib u dhaca dhaqaale xumada koronto la'aanta iyo abaaraha iyo waayaha ay ku tilmaaman tahay innaga Soomaaliya madaxweynaheennu wuxuu dhawaan ka dhawaajiyay
inaynu yeelanayno wax la yiraahdo qorshaha ama higsiga 2016. محمد عبد الناصر ايان لا يونيفرسال تي في. قار كميدا عقاشا سلادين تا غوبلدا سومالي لانو مانتا شير جيرايد كو قبتي مغالدا تنهرغيسا ايا وها اي كهادلن حالدا مغالدا لاسعانود خرونتا غوبلكا سول يغونا جوابكا بخي هادل شلي كاسو ييري ورمورتييد قار كميدا مدح دقاميد كي سلادين تا اسكو ديغان كيهين وعن هادلودودي كميدا هاسدا تريسا وحن كو سو دوويلينا بيشا اني نبدا قاتانو سي وناغسن قاتان بانو ايانو كولا تانين كولا سو دوويلينا قولدان هادا شاي مرهين ما هجر حجز ما هم مرهين لكن وحسب ده وجود حسبي جود حسبي وهذا الشيء ويجر حجز مثلين ده لكن عدني ما كهاد ليسا هذا علماء تاي هذا مدار قمية تاي يا سلاطين هذا تاي يا هذا أيده وحكاية يجن عصته وعيد جر حجز أفكي سكوار ليسا لما كي جود إذا شكت يا شاله الله مركب أخرى سوى حد شبيه من القوم يجي دلك نبص يجي دلك هو شبيه بحرار نرسو قلي كرو وحلا دوران لقى صبي كرو تاون جن وعلى كل شبيين ما قي يو كرامة دي كرحس لها تاون جن أنا يا كرحس كده بتاعي شوف عقل عبدي شوف عقل جولد شوف عقل شامع بقول حرس يا ما سلطان ديري أنا هاي وأكون من كيس يا كم كرامة جا ليك كرحس سي شيء كرامة كم واحد شبيين واحد بابي أنا عشت مريين ولا الله هاي كرحس صار واحد هذا أنا قرر قري قري هاي كرحس فدينا أنا أقول عروسة في المدرسة دكانها سا أنا أقول عروسة في الشام أنا كم بحيان هدا نما لور هادين هدا حد تشوتشي لور هادين هدا وأنا أقول لور هادين حاجة لا كيرة يا والله ضيعتين تبى نو حفتان أنا أقول طبعا كا جور بنقال البانتة طبعا كا جور أيا قال البانتة هو كمان كي جحية بسم الله الرحمن الرحيم ورسا عفدين شري سوي مادين مانتا سلادين تعقاش وحجرت كا كسو شيء دبش جرحتش maanta ay tahay bisha labaatankii bishii labaad 2023 waxa ay ku go'aansadeen inay ka falciliyaan qodobadii ay soo saareen qayb ka mid ah gudidii gacalibaax ee garxajis ee xisbiga wadani ee qodobada war saxaafadeedka salaadiinta cuqaasha iyo wax garadka beesha garxajis ee samataliska ah waxay raali gelin ka siinayaan umada reer Soomaaliland qodobadii ay soo saareen qayb ka mid ah gudidii wadani iyagoo adeegsanaya magaca garxajis kana soo horjeeda xaalu raadinta dagaalka sokeeye ee ka socda laascaanood laba shirku wuxuu cadeynayaa oo uu cadeynayaa shacabka reer Soomaaliland in aanay gudidaasi ku matalin garxajis qodobada ay soo saareen saddex dadweynaha ku abtirsana meelaha garxajis dagaalka laascaanood waxay kala mid yihiin ummada jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waxay garab taagan yihiin cid kasta oo jecel nabadda afar waxay shacabka iyo cid kasta oo daneynaysa nabadda gobolkaasi u xaqiijinayaan inaanu qayb ka nahay ergada nabadda madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland ee isku xilqaamay dariiq kasta oo dagaalkaasi ku istaagayo shan waxay shacabiga iyo dowladda Soomaaliland cod dheer ugu sheegayaan in gudidaasi aanay ahayn gud beelaha garxajis leeyahay balse ay yihiin taageerayaasha xisbiga wadani sidaa awgeed wixii gaf iyo meel ka dhacay wixii meel ka dhac ka yimaada ee dooda waxa dusha loo saaraya xisbiga wadani maadaama siyaasiyiinta xisbiga wadani u yeeriyaan wixii ay soo saaraan gudidaasi ugu dambeyn salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradku waxa ay tacsi mug iyo miisaan la u dirayaan intii dhimatay dagaalkaasi sokeeye waxayna u duceynayaan intii dhaawacantay ee dhaawac soo gaaray in Ilaahay u boogadhayo waxay guul u rajaynayaan ergada isxilqaantay xal u helidda nabadda oo ay qayb ka yihiin beelaha garxajis wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh agaasimaha cisbitaalka Garoowe Hodan Cali Shire ayaa waxay sheegtay in aanay wax dawo ah loo haynin dadkii ku soo dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood waxaana dowladda Puntland iyo shacabka ay ka codsatay in isbitaalka xaaladiisa lala socdo agaasimaha Hodan Cali Shire oo arrimahan ka hadlaysaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa sidan maanta dagaal baa socday bukaan haduu yimaado wax lagu shaqeeyaa ma leh madaxweynaha ku xigeenka noo yimo u sheegnay inaan wax lagu shaqeeyo aysan oolin horta aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan joogtaan anagu team yar baa idinka arki jirno aad dadka u caawin jiro xagga dharka iyo
حق عنا ذك عاون شري استالك وحاسوق علي تدوات نشنقف وبكان بسوق علي لحنا مربع على دراي سديدا مربع على دراي أنتي كلايت سبيتها كسر حلوة قبته حدا واحد كهر لحية لا تنقف أنتي كلا استشفى بالوسمي حل قف وشافد نوكيني أما قلوفس نوكيني معنا نعرف سالو سعوتانا بكانكو وحلو شقية وقف راوعة وديقة وحكول وقبته وحوي من قلفك وقلوفس حرته شافدنا هايستو وحي وحلو تلينا هايستو اسبتار كمان تأين لتو هل حبا ما هايستو شافدنا ما هايستو وحنا ما تولي كرو بكاننا ما كبي كرو بكاننا ما قلي كرو وحي أنا نأودين وصوق ذنيا لكن أنا وما نتسر حدا تاينا بشار دعف ما تكو أكتهي قديه ذا نوي ماذا وأوجيهن هذا وزارد عف ما تلقى إيماننا وأنا كسوي إني قص يمحي هذا يكتك وحلو طلا واقصوا هلا قيب سنجيا لا واقصوا هلا يقيبوا فلنبوين كأوبه نين أمر كنا وقعنا لك إذا لفتر كده حمي يلا مركا حاربا إنا دك ماذا أنوي ديو حوي يا مجا تشتغلوا طلا بحلو طلا قلا مو زارد عف ما تكان ودي سني الدولة ده مسيدن كنا قاربا دقم أهان إسكو حلقان تيونو إسبيتال كان أو حقوقة بانيسا قلينك هو إلو حلقة قف اللفت اللي قلنا يبر وقوقي هاي ويدلتشو إلا هذا كان سدح بقول لي يكون تدور وي حلقي حب حد دي اللي أبرو اللي قلنا يوات الدوبة بقول واي شو حقي لغا كين يا ما برتي واقالي كتك وحلوتو لاي واقالي إن حنون بابيه واقالي dadkan waxa dhahdan waa masaakiin dhamaantood ma wada gadan karaan waxa beesha jooga oo dhan kuwa iska bedeli karin macawista kuwa waxaan la socon hooyana la socon aabana la socon waxa ugu darnaa midka reerkooda dhan dhinteen kuligiis ahaaba ugu darqa dadkan masaakiinta ah ee ino jooga oo la doonayo oo walaalaheen oo dagaalka ku soo dhaawacmay maxaa degme ahaan ay haysa ودون اسبيتال كأنكو كبتو بشار دا عفمات كانوا وقوقي سنة عطياني ريبور لنو وقتها وزيركو وقوقي ها اغاسمو وقوقي ها وحقف آن الأغين مجرتو انا كان هذا ما آمسو يدق معهان واقيلنا يا انا وحبا ما هيو بوكان دمان اللي قلم حسابتا ما يو انتي هورا ديما هكلي هلا بحي حتى هلا بحي مواي سبلايق هلا صوقضو هلا كين ولا كين واي افصو معلنك ما شقين كرو dad qorban waa wada jabin yihiin just jiibka waa lacag baag dhigku waa lacag sheebaarka anaga cidanaaga ma caawiso wasaaradna ma caawiso dawlad kale ma caawiso hay'ad ma caawiso isbitaalka soo iibsada dadka lacagta laga qaada dib ugu soo iibiya dhaqtarka lafaha waa sidoo kale kan qaliinka waa sidoo kale emergency waa sidoo kale isbitaalka waxa free ka ah oo kaliya meesha hooyada ku dhasho lagu naqalo iyo ilmaha nafaqadarada ah meesha lagu qoodo inta kale waa lacag sababtoo ah la soo iibiya marka waxaan idin ka codsanaynaa asa degma ahaan ina isbitaalka hoos u soo eegtaan baahidiisu waa badan tahay ma la kofar gareen karo laakiin daruuriga waxyaalaha daruuriga ah in la soo gadi karo lagu tacaari karo wax kasta waa dhici karaan hadda haddu dagaal dilaac maanta dagaal baa socday bukaan haduu yimaado wax wax lagu shaqeeyaa ma leh madaxweyne ku xigeenka noo yimaa u sheegna in wax lagu shaqeeyo aysan oolin dadka oo dhan cunay iyo dhar bay raadinayaan cunay iyo dhar waa run waa sax waa wax wanaagsan waa loo baahan yahay bukaan hayaha iyo bukaanka bagaajada in lagaga biyo laakiin bukaanka muxuu ku badbaadaya horta wuxuu ku badbaadi lahaa waa in la helaa markaas waxa la raadin karaa moqta quud wuxuu ku badbaadaya ma jirto anigu waxa hay waa dhamaadeen saasina iga istaagan tahay soo dhawaada inta ino joogto bukaanada waa fiican yihiin MCH oo dhan ba u soo wareegay oo supply-ga uga soo arwarnay say xogaha loo cover gareeyo xogaha kalena u soo iibsadaan marka steel waa fiicanahay inta ino joogtan waa wanaagsan tahay hal patientii un baad dartan dhaawaciisa xogaha recovery sameen waaye sababtoo ah isagana sokor buu qabaa waxay qaadanaysaa time dheer inuu biskoodo hadii xataa aan helno oo diyaar la helo waa saarayna wax dheer ma laha hadii la waayana awl baa loo shaqeynayaa waa loo shaqeynayaa marka bukaanadeedan oo dhan saas weeye idinkaana maamula idinka degma ahaanna matala madaxda kale way naga saraysaa ma aadi karno degmadii baan nahay madaxda degmada waxa la idinka rabaa inaad koro u socotaan ama hoos u socotaan meesha dhaqaajisaan
ساكو قاعدين لهنا إذن قال إذن كربا أنا وحيد ترى أنا وحيد كام مقام وايدين ديبيا إذن قال إذن كربا سأقول إذن لهيدين سلطان حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن يوفتي بلارن وهو جميل يا مانتا وحيد كام ببحين مقالة تن أرجيس يجوزي كذا مقالة الله سبحانه ذي حرمته قبل كسول عنو سلطان كل شيء جاي سعودي الكوغني وكوكو تمو نبضين تين كقريب قاتن مقالة الله سبحانه سلطان حسن هذا الذي سي وحى كم إذا حسنا إن شاء الله بإذن الله كريم كرياتنا إلى شرفنا شرفت بلدنا إن شاء الله وحنكر شيرنا إن شاء الله إلى هنقول لكوليو والناس عارض لبضه بسيحته ولبضه بسيحته وإلى هيدا بقينا برعانسكم بريو أردتان بذيب المحينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلبان برخد جامع بطون وكم ده حلبان ندا قلها وكيل ده سومالي لأنه شرش رأيت كغبتي حرونتا قلها وكيل ده أي واحد وكه اللي حال ده مقال ده الله سبحانه وتسقون حكومة ده سومالي لأن كؤدي مسؤولية ده مقال ده الله سبحانه جرادة ده شرفت له الجبل كسول وحان كعد سنة يا أغلى جو حكومة ده ذلك هيسا وح النعضي أولاد أيه رسو يعيدنا استعماش وحن دي كعو الصنايا إن ما أنت أغلي جينا هي علمي جينا أتكبت بها دي سان دالك يددك إن دون عالن كان نبضى قادتها وحن قرسانا حي إن أتهين دادكو سنتان هلقن يوغو بنيمو وحن قرسانا حي إن أتهين هالدوركي يهلي يدي لدقا لمي gumaystayaashi kala duwanaa waxaan qirsanahay in aad leedihiin taariikhda ugu facaweyn ee halgan Soomaaliyeed iyo to Somaliland waxaan qirsanahay in aad tihiin gobnimadoonka dhabta ah idin ma qoorayo idin ma oranayo wax dadka qaar xilalka xukuumadda ka haya afkooda ka soo baxa hal baan u ka seenayna wax dhagihiina aan qaadanayn waxaan walaalayaal adeerayaal awowayaal umadayadii iyo dadkayagii iyo deegaankayagii idinkoo ah aan si sharaf iyo qadarin iyo xushmad iyo wanaag leedii ku cusanaya inuu aqligeenu maanta shaqeeyo in dhiga dhayalka u daadanaya in dadka barakacaya in bulshadeena tabaaleysan in dibta socota inaad noqotaan kuwa ka damqadaydu waagaag daawada yar halka aad nagala socotaan waa Universal TV Studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa oo aan warkii caalamka si toos ah idiga soo gudbinayo wadanka Djibouti magaalada madaxdiisa Djiboutina waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay Isra wal Mi'raaj oo habeenkii la dheelmiyay nabigeena suubanana xariis nabadgelyo korkiisa ha ahaate wariyahayaga Axmed Cabdikariin Maxamed oo alaaba ka soo waramay magaalada Djibouti ayaa warkaas Djibouti ka soo diray waddanka Djibouti waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay Isra wal Mi'raaj oo ah habeenkii la dhalmay suubanaheena Muhammad nabadgelyo xariis korkiisa ahaate waxa munaasabadaasi oo ka dhacday guriga umada ka qayb galay wasiirka arrimaha islaamka ee qaafta Muumin Xasan Barre iyo qaybaha kala duwan ee culimada waddanka Djibouti waxa kale oo munaasabadaasi ka qayb galay howlwadeenada wasaaradda arrimaha islaamka ee qaafta munaasabadan ayaa ahayd mid lagu weynaynayay Isra wal Mi'raaj oo ah habeenkii la dhalmay Nabi Muhammad suubanaheena nabadgelyo xariis korkiisa ahaate waxaan halkaas ka hadlay qaar ka mid ah culimada kala duwaneed ee ka qayb gashay munaasabadaasi Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yigay Ilaahay waxa uu ku soo dejiyay isagoo arlada jooga
لكن مالنتاس إلهي وحي إنه سو ديبي صلاة أن مانتا أن تكنينا أيو إلهي سو ديبي يدو كنتن صلاة دودا وحو الله سومر نبينا موسى عليه الصلاة والسلام نبينا موسى وحو كير ومدادو كريم ميسى إلهي كلابا أو وحي قرد كده سقال جيربو إلهي وكلا من نبي صلى الله عليه وسلم سقال قورو من شن أو شن يافرتن صلاة دودا شنتا سلادو امانتا ان توكني نبو نو سوري لابن بو ولي موسى ويرو وان حشودي بو نبي صلى الله عليه وسلم سلاد مانتا وحي اودغانتا كونتون كي سلادو شان غور او من توبن لاغو ديفته وا كونتون ويان بارك الله فيك سلاد سوحو الهي نوغ سو دجي سبحانه وتعالى ورسولك نوغ سو ديبي وح ول اون الهي ان وباهنahay ان الهي كو يديسنا سبحانه وتعالى وهي عن كجمع جنكلينا إن الإلهي كجمع جن سبحانه وتعالى سلامنا وعلاقة الإلهي أدون كرد حيسا سبحانه وتعالى أدون كنا سيدو النبي ونوشة صلى الله عليه وسلم وحي إلهي ودوية هاي مركه ووجهه ودلكه وكهية أيو إلهي ودوية سبحانه وتعالى وسير كارما إسلام كي وقفته مؤمن حسن برا ومناسبة داسك هذي أياد الاستاجي أهمية دليلها هاي حسك مالن تاني وحضرتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي إنه وجود قي هدية قال جاي على الإسراء والمعراج يسوي وكجرا عام كلو مقعبي لو يقاني عام الحزن النبي عليه الصلاة والسلام هو بحن عام الحزن أصحابتي سنو بحن لكن دبا يا لو مرتكا لأنه وحكت أنت عذرك يوحنا وياي أوريديسي ذاتك يقول دواء إلى هاي مركب حكلا رسالة أنا كل جوعنا محمد عليه الصلاة والسلام ورسالة وين ولا ريا سيد الشيء غي إسلامك وح الله يحيي هرقة أن أبعاديهن نبي محمد وح أوكر يجري ملك كل جبريل بأوكر يجري وهالك سرور سوى دع يجري وإلى هاي أوكر يجري لكن صلاة المرك إنه قتيم حاله سوقات بل لكرو سوقات ترقى محاكو جري وحاكو جري هرتا إن الصلاة الدونك يا إلهي وح وصارع ما وح ودحيان وبهرين أو تهاي وح مباشرة السجى يا إلهي إن صلاة المرك وتكريو قفك خشوع ده وح لو يري إنه درامه إنه رقي إنه إلهي تغير لأنه إلهي والله شكي صنيع وحلاهي دد كأنه وحلا شيء جو النبي نوح شيء عليه الصلاة والسلام هو وفضل جبضنا هنا يهين هو دد ككلا نفقي وقاري وحقبته سعد رادد وحلا رهي وحنديار ولا نفتي لنا نفعنا دل كأنه لنا نفعنا دين تاني نفنا المهير مركو يرجع وحلا جود عيا يا سلايا الله هذا صبر باري لا يكادجو كي دل كي سي دين تي سي دل كي سوا فح marka nafteena marka aan faano in dadkeena faano dalkeena seeno faacayna walaalayaan dalkeena ilaalintiisa u soo jeedkiisa wax u qabadkiisa horumarintiisa inaan diyaar u ahaano xaq hor ka ahanaya fiya loo baahanyahay kuwa salbiinta ee nagu yaraya wax kasto oo aan naga hor joogsanaya ee saaxdana leh ama wax kasto oo ma taqaana dib noo wada yale waxaan kaleenahay waada qaatabo humul jahiluna qalu salaama anagu waxaan la sheekaysanayna أنا وحنا وحكم مقلينا وفن أركينه إنه وحقبتي أول وكا واتير واتم بردات ولا ليه دلكونه إنه وحقبصنا وشقينا وعوجنا ولا ليه وزاردنا جونا وكم رقعتي الشري مجري نوانت وجرتها هل كاي مرة يسوي دكتين ولا ليه وح أي وحلا هذا هاي سعته ودكتين ولا ليه سيتين الله بعض اللي رايق أنا سيتين من سريالك أما مجمع الوزاري فاني وزاردي نبالي وينك فانتا ولا ليه كو halkii maskarada haajirtay maanta sida weerte wadankaasi walaalayaan waxaan idin la hadlayaa wasatiya hal la socdo in cilmi in libaro cilmi baaris inaad samaysaan cilmi inaad ku biirisaan ku biirsataan wax allahay wax naga maqanad barataan dalkeenu saabu socda walaalayaan madaxweynaheena madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli halka buu ku wada walaalayaan qofna kaliye ma socdo waan garab joognaa waan garab joogi doonaa walaalayaal sida daraadeed waxaan ilaahay dalkiina diyaar u ahaada dadkiina anfaca diintiina anfaca oo doorashada in dadku ka qayb galaan u sheega inagu horgood ka ahada assalamu alaykum wa rahmatullah ahmed abdi karim mohammed universal tv jabuuti
ciidamada booliska Soomaaliyana waxa ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay askari shalay iskooyska baar ubax ku dilay wiil arday ah oo jaamacad ka soo baxay ciidanka booliska Soomaaliya oo faafahinaya qabashada askarigan ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii sidan iyada oo laga anbaqaadayo faritaanadii iyo directionskii ay bixiyeen gudoonka maxkamadda ciidamada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee lagu siinayay iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee lagu siinayay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ka shaqeeya baraha checkpointyada iyo goobaha lagu adeego dadweynaha ee la xiriiray dhacdooyinka ciidamadan ayaa maahan dambe soo laabtay ee ciidamada hay'adaha ammaanka qaarkood ay dhibaato uga gaarsiiyeen dad shacab ahaa ayaa howlgalkeennu maanta ku saabsan yahay ayaa shirkeenna jaraa'id maanta ku saabsan yahay dhacdooyin ka soo baxay howlwadaag 19 February 2023 ayaa ciidamo 1 duhurnimo iyo 40 daqiiqo ayaa 3 shakhsi oo ku labisan dharka ciidamada qalabka sida isla markaana marayay agagaarka masaajidka Nasruddin waxay rasaas ku fureen dad shacab ahaa oo goobta ka ag dhowaa iyaga oo ku macneynayo inay wado ku furanayeen taas oo haba yaraatay qalad ah dhacdooyinka noocaas oo soo laabtay awgeed rasaastii ay dhalinyarada ciidankaas dareeska ciidamada wato ay ku fureen ayaa waxaa ku dhintay qof muwaadin Soomaaliyeed ah gaar ahaan wiil dhalinyaro ah oo goobta mariyay ninka oo lagu magacaabi jiray Allahu naxariiste marxuum Sharmaake Cabdixakiim Diiriye ina Maryan Xasan maxamed 22 jir ahaa ku dhashay Muqdisho deganna Oodweyne ayaa noqday marxuum ku dhintay rasaastii ciidamadaas ay wadada ku furinayeen sida ay sheegeen ay rideen ciidanka ammaanka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaalida goobta ka ag dhowaa ayaa ku baxay waxaana gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii falka noocaas ku eedaysnaa maxay ahayd falka noocaas geystay iyadoo marxuumkiina meesha laga qaaday isla markaana la marsiiyay prosesska iyo ijraacaadka la marsiiyo qofka markii ay wax gaaraan waxaan ummada Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in dhacdadaas uu qofka marxuumka ku dhintay ciidanka ku eedaysnaa ama dadkii ku labisnaa dareeska ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ku eedaysnaa falka noocaas gacanta lagu dhigay haddana baaristeedu ay socoto sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan horgeyn doonaa ama ay ka soo hormuuqan doonaan maxkamadda awoodda u leh si ay cadaalad u maraan dhanka kale ee degmada Xamarweyne isla shalay 19 February 2023 abaara 5 galabnimo iyo 35 daqiiqo ayaa misna sidoo kale 3 askari oo iyaguna ku labisan dareeska ciidamada qalabka sida ayay rasaas ku fureen bajaaj iyo wada saxmad ah sidaas daraadeed ayaa bajaajta waxaa ku dhaawacmay qof muwaadin Soomaaliyeed ah agagaarka Afridoodka uu ku yaala degmada Xamarweyne qofka ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa Yuusuf Cabdi Xuseen ciidanka ciidamada ammaanka oo goobta ku baxay ayaa gargaar u fidiyay qofkii dhaawaca ahaa waxaa lagu simay goobaha caafimaadka haddana lagu dabiibayaa xaaladiisuna way wanaagsan tahay hase yeeshee eedaysanayaashii falka noocaas ku eedaysnaa waxaan ummada Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in dadkii falalka noocaas ku eedaysnaa ee gacanta lagu dhigay ay xiran yihiin cadaaladdana ay wajahayaan baaristooda ay socoto iyagana sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda awoodda u leh kasoo hormuuqan doonaan oo cadaalad ay wajihi doonaan dhanka kale dhacdada kale oo saddexaad oo isla shalay 19 February 2023 ka dhacday degmada Hodon ayaa ah qadar daqiiqo 2 saac iyo bar fiidnimo ama 8 iyo bar fiidnimo ayaa waaxda Oktoobar gaar ahaan tribuunka sidaasoo kaleeto ayay ciidan kale oo ku labisan dareeska ciidamada qalabka sida waxay rasaas ku fureen sida ay sheegeen inay jid ku furanayeen taasoo haba yaraatay qalad ah ay rasaas ku fureen dadkii shacabka ahaa ee saarnaa mooto bajaajta halkaas uu dhaawac ka soo gaaray qof muwaadin Soomaaliyeed dhadig ah oo lagu magacaabo Suciido Isaaq Aadan gabadhaa ku dhaawacantay ayaa ciidamada ammaanku gargaar caafimaad u fidiyeen sidoo kaleetana waxaa lagu baxay dadkii eedaysanayaasha falka noocaas geystay iyagana walow intooda kale lagu raajoogo qayb iyaga ka mid a oo gacanta lagu dhigay haddeer oo idinla hadlayo waa eedaysanayaal shirkadda G King ayaa waxa ay maanta magaalada Muqdisho ku qabatay munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjabinayeen 260 arday oo bartay xirfadaha kala duwan wariyaha ayaga kale magaalada Muqdisho Abshir Cabdillaahi Amiin ayaa warkan Muqdisho ka soo diray cumriga alla iyo soo kuusa gabdha turki iyo meelahaas laga keenaya uma leehay iyo ilaan gabdhahayna wa gabartay maasaa soo labisati labiska camal iidii xataa muu galin an intay laga keenay shirkadda G King oo maanta Muqdisho ku qabatay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ay bareen xirfada kala duwan shirkadda ayaa loogu bartay tobarida gabdhaha iyo wiilasha jecel inay yeeshaan xirfado ay ku shaqeystaan iyo iibka dharka ay shirkadda soo saarto
مناسبة أرضية دان أيكو قلن جبين يين أيا وحاكا سوقيب غلي مسولين كاترسان مامولكو قبل كبنادر وزيرو حلوانو أغاسميال إي مدحكا سعوتي حفيز كمدحوين هادالكا شركة دا أيا برتادتكا نشقدين تا جرجريد دا إي توليد دالكا سوق غين تا قرحين تا دومركا إي علان ساركا أرضية دالة براي حرفادها كالدوان أي شركة دا أيا غاري إلا إلاو بخلي لحدن يادو أي برينيين حرفادهان مدلح بلود قبله إيويلشي لبريح الفادة الرتليدة أيا قابطة لغوصو بانديغي إيغو واتي لاركي أي إيغا تشتين مدح شركة جي كينج عبدقاني حسن قلي أيات المامي إن أرديدان لغو بحي وقتي بدن حلقان أيهين كوا إسكو فلان وحاو بلنقاضي إن أي سيوا دي دونان بريد حرفادة هددتك دومرك سوماليات مشروعان وحالي رادا هورماري أو هجاج نفتادة hormari oo hagaaji ujeedkan usmeenana wax kala ma hayn wuxuu aha inta badan shaqooyinka magaalada waxa shaqeeyaan 499 rag ka shaqeeya ee dumarka jaans lama siiyo saa wada ognahay wadankeena markuu dagaalada dhacay wax soo gudbiyo waa hooyo 90 ila up to now qof walba jaamacad ka baxa qof walba hormar sameeyo qof walba ganacsi sameeyo hooyada caanaha gada hooyada yaanyada gada waxay siisay inay ubadku wax barto kuwa dibadda u dirto hooyada intaas iyo gabadha walaash sameysayna deedibna ma u soo qaadno meesha looga taga sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan dumarka hormarino oo hagaajino wax barno qaar ka mid ah masuuliyiinta munaasabada goob joog ahaa ayaa tilmaamay in shirkadda ay qabatay shaqo muuqata waxaana ay amaaneen soo saarka ardaydan iyo xirfadooda shaqo markaan arko Cabdiqani oo kale iyo tiimka maanta gabdhaha iyo wiilasha yaryar halkaan marayeen hooyada Soomaaliyeed waxay uga dhigantahay maalin aad u qurux badan aad u qiimo badan intii aan fadhiyay qalbigayga marba meel u taagnaa mar waxaan u noqday 90kii ka hor mar waxaan u noqday dalka burburaya mar waxaan joogaa anigoo qaxay qurbaha jooga oo leeyahay wadankee ka timid wadankaaga mooska ma laga helaa Soomaaliya xaqay ku taala laakiin maanta waxaan joogaa magaaladeedii caasimadda ahayd ee aan ku dhashay oo nabada ayadoo madaxweyne saddex madaxweyne mar lagu doortay si rasmi ah maaragtay annu kaga baxnay ku meel gaarkii ayadoo dadkii Soomaaliyeed ay joogan caasimadda adduunyada inta badan waxay hadal hayaan Rwanda marka laga hadlayo way islaayeen way isdileen way kala tagen sidaas aan leeyahay anagu waxaan ahay dad isdilay kala tagay maanta waan wada joognaa waxaan noqon karnaa tusaalaha Afrika waayo ma jirto cid gogol noo dhigtay dunidu way isku kaayay daawad horumarin in la sameeyo dalkan marka waxaan leenahay insha Allah horumarinta ayaa ka mid tihiin hawl fiican ayaa qabateen kambanigu soo agaasimana waxaan leenahay hambalyo hawshiina halkaas ka sii wada waxaan odhan lahaa anigoo dumarku xirfad bay barteen ma aha waa xirfad rabbaaniya hadda inta qodob ee halkaa ku yaala nashqadeynta iyo jarjarista dharka waxaan ku garaacsaday hooyada oo samaysa funaanadaha koofiyadaha sigisaanta ma ahay waxay u gashay iskuul mana ahay wax la tababaray sidoo kale turista dharka xirbadii dunbay isin jirtay markasta ayayda iyo hooyaday meel kastoo jeexanta waa la tuli jiray mid ka mid ah gabdhihii bartay xirfadda dhartolida ayaa cabirtay dareenkeeda iyadoo ka hadashay farqiga shalay iimaanta u dhaxeeya shirkadan maalinkii aan la kulmay maalinkii aan la kulmay waxaan ka arkay ugu horeen aaladda TikTok waxaan aad iyo aad u qiimeyn jiray ama markaas aan raalin jiray farsamada harqaanka meel ayaan ka arkay ugu horeentii waxaa lagu dhigan jiray qiimo laakiin aniga aan awoodin markaas inaan bil kasta qiimahaasi aan bixiyo waxaa aad iyo aad ii suurtagashay inaan shirkadan helo kaasoo ii soo diray Allah subxaana wa tacaala sababna uu ahaa walaalkeena Cabdiqani Xasan Cali hadduu asiga maanta fikraddaas uusan soo bixin lahayn maanta hadduu isagu uusan ku fikiri lahayn in gabdho uu wax baro ma heli lahayn aniga riyad iyo rajada aniga aan lahaan miru moobi lahayn kadib waan bartay kadib farsamadii aan bartay Allah subxaana wa tacaala garabkaygu uu ahaa sidoo kaleeto dhammaan madaxda jiikinkii kambanin way ahaayeen garabkayga sidoo kale Cabdiqani mar walba dhiirigelinayuu nala taagnaa dhammaanteenaba wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaam Shariif Xuseen ayaa madaxda shirkadda sheegay inay qabteen shaqo baaxadeeda ay weyneed ardayda ayuu ku dhiirigeliyay inay xirfadooda ay ku shaqeystaan horta waa maalin hooyo waa maalin haween waa maalin hablood marka qorayaasha Soomaalida oo wax ka qora arrimaha dumarka
أنا وحنا وجه على نوردين فارح وقيمة هي شرفتها إليه نبلاه الصوماليات كنت مر بدن بالاستاج لكن ما في لهيو الدم ما خلدني بعد مرينا يا إنه يجرونن محمد إبراهيم ورسمه هدراوي كجارة أما أنت هو يذا وين أنت الدمر كي هبلها iyo dardaaranka uu u sameeyay hablaha Soomaaliyeed taariikhdiisii abwaanimo iyo suugaaneed saas daraadeed macnihii waxaan soo qaadanayaa macnihii qayb kamida hablaha geeska oo aan rabo inaan idinku soo gabagabeeyo xafladan macnaha iyo qiimiga badan wuxuu yiri balan soo gunaanado gudoonsiiyo jiiftada habla weerar geli kara habla geela dhicin kara habla garta madal ka naqi kara quruxdana ka wada goba geeskeena mooye geey kale ma joogan Abshir Cabdullaahi Amiin Universal TV Muqdisho magaalada tan Hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo ku beegan 20ka bisha 2aad oo sanad walba Soomaaliland guud ahaan laga xuso wariyahayaga Cabdi Wahaab Cirguja ayaa warkan Hargeysa ku diyaariyay waaciidamada dawladeedu wato hubka noociisa culaysiyay sidoo kale dhalinyaro tuuraya dhagax 1982 ay ino dib ugu noqono maalinta dhalinyarada ee Soomaaliland ee UFO oo ah maalintii dhalinyaro iyo ciyaar iskuul aqoonyaan ahaa ay dhagax kula dagaalamay intaangidii dawladda militaryga ahayd ee siyaad bare 20ka February 1982 ayaa laga xusaa sanad kasta magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland maalintan waxa loo aasteeyay maalinta dhalinyarada ee Soomaaliland maalinta dhalinyarada ee Soomaaliland UFO sanad walba 20ka February ayaa laga xusaa guud ahaan Soomaaliland waxa warfadiyeen ka la hadlay goob joog ahaa dhalinyaradii maantaasi la xukumeeyay sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada ee Soomaaliland wan maanta si weyn u soo dhaweynayna anagoo runtii u dabaaldegeen oo waxa weeyii si haynayna maalinta ay ku suntantay 20ka February in dhalinyarada Soomaaliland ay ahaato mid wada jir midnimo iyo waxa weeyii bulshada iyo qaranka Soomaaliland ba ay runtii ay ilaashadaan oo ilaaliyaan maalintan waa maalin qaran waa maalin weyn oo dhalinyarada Soomaaliland ay leedahay oo kamid ah maalmaha ku suntan maalinta yaani muufmanada ay dhalinyaradu lahaayeen runtii waxaanu sii hayn doonaa inaanu sii ilaalino maalintan oo aanu la wareeyaan waxa weeyii xuskeeda iyo weynintedaba waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliland inay ilaaliyaan midnimada wadajirka iyo waxa weeyii ilaalinta qaranimada Soomaaliland iyo horumarkeedaba maanta waa xuskii 14-aad ee kasoo wareegay maalintii ay dhalinyaradii UFO dhagax tuurtay ee ay kasoo horjeesatay loo tuuray in dhagax loo tuuray xadigoodii xaqdarada ahaa lagaga soo horjeeday gadaashayd waxa taagan hormoodkii UFO iyo dhalinyaradii dhagax tuurtay maalinta 14-aad sano ka hor goobtii uu ka dhacay dhagax tuurku markii dhalinyaradii UFO oo aanu ka mid ahayn si xaq darro ah dowladdii xilligaa dalka xukumeysay ay u xidhay isla markaana ay ku sameysay jirdil una diyaarisay in ay maxkamad la yiri oo maxkamadda badbaadada oo ujeedadeedu ay ahayd in lagu khaarijiyo ay u diyaarisay inay geyso taasoo markii la ogaaday ay dhalinyarada iyo haweenku haw badnaadaan ee dadkii markaa magaalada joogay ee Hargeysa ay si aan gabasho lahayn ugu hor yimaadeen ay u diideen oo ay haddii la ku roon yahay dhagaxa u tuureen halkaana ay isku haleeleen ciidamadii dawladda oo hubkoodii wata iyo ummadii reer Soomaaliland oo dhalinyarada iyo haweenka hoggaaminayaan oo haddii la ku roon yahay dhagaxa wata iskaga hor yimaadeen run ahaantii waxay ahayd maalin guul weyn ay gaadhay ummadda reer Soomaaliland waxaanay ahayd maalintii ay ka badbaadiyeen dhalinyaradoodii u soo halgantay
إن أي وحكب دلان نظام كي عافمات كي يوح برشاد مركا دلك كتشري يقودهان مامل كي وقت جات هاجنابة وأي دريمين إن لها كرضي تدكي يدلكي هديال لكورون يهي أي حكومة ين دولدا هديال لكورون يهي ملتريجة أنت لأن يرد الصومالي الآن وأن شغلتها الذي لقح ترك وحن آدي أدوها مليانة يا لأن يرد الصومالي الآن ما أنت قيمها بضل له إلا بعتك في أبو الوري وحكرا أول فتحين يا ذاتك كل نتري ربشدي لقح تركي سيبة تعلد أن شوش شغلون نكو قرانة بريحة علمي يا حسين عباسي قودن أيان يغلو فتحين الحمد لله إلى أين حريص شنا كورا بيو إيشي شيء يا لبدي إسكول أبير عوي فارح عمان إسكول كيس أبكر إسكول سكندري كيس كيي هل كاسو بلا وكل عين لمن وكل بهاي لمن كوفلا أنا هو اللي في ليش هو اللي شيء كذي لما هو هو قال عين هيك هو قال بهاي هو أبرز يا أفماس تبر هو بهاي ما لي سنتو يا نقيمه وين نقوله تاريخ وين نقوله لليلة عزينا لليلة كاريه بي بيك بقايا مين وما لي حسب وما لي تاس أنا أقول وهم بلغ عليا خلاص وفك أصليا إن يقولي ما جاء هذي جيب لك بدي أسلمك بيهم عرقو تشيون فيرسل تي في هرجيزا بعد سنة daawada iyo qodobka asay gunga gabay gunaanad waxa uu ahaa warkii TV ga Universal oo si toos ah idiga soo gudbinaya studio TV ga Universal oo ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idiin la socodsiinaya anigu Cabdirashid Cabdi Wahab Hussein ali asxaabti kala duwaneed ee studio TV ga Universal dhamaantay waxaan idiga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh